الخير بفضلك قد عم والنور بأمرك قد تم ربي الوهاب إذا أعطى تلقى الخيرات أتت جما إذ تدهش عبدا في رغد وتنوع في الكسب الغنما قد فاض الرزق بساحته وازداد فلا تحصى النعمة فيجيش القلب يسبحه وبتحميد يجلو الهم رزق للقلب يطيبه يهب الرحمن له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نحن اليوم الجمعة 25/8/2023 نقوم بزيارة مدرسة الفجر للاطلاع على مجريات الامتحان الخطي للمتقدمين للعمل في مدارس الكويت الخيرية. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لمدارسنا مزيدا من التقدم والتطور والتألق بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.